الله يسلمك. بداية رئيسة، يعني استقالة الحكومة والوصول إلى طريق مسدود في العلاقة معها، السؤال يعني لماذا وصلتم إلى هذه الحالة، خاصة أن الحكومة هذه لم تمارس مهامها بشكل واضح ولم تقدم حتى برنامج عملها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بأن استقالة الحكومة لا تعود فقط إلى مجلس الأمة، ولكن أيضا تعود إلى علة باطنية ومشكلة داخلية داخل الحكومة. هناك أكثر من وزير عليهم مشاكل تمنع استمرارهم في الحكومة، سواء تتعلق بشهادات، بمؤهلات، بوثائق سيادية يحملونها، فهناك واضح في ثغرات. للأسف الحكومة لا تتعلم من تجاربها، والبعض يقول لا هي تتعمد تضع هذه الثغرات وهذه النواقص، لكن للأسف تشكيلات حكومية متتابعة ما يسوون فيها السيرش البدائي المبدئي. يعني ما أقول روح أمن الدولة والأدلة الجنائية، سو سيرش بجوجل، يعني أعرف اللي قاعد توزره، ما هي خلفياته، ما هي مؤهلاته، ما هي مواقفه، مو بعد ما يتوزر تعال رقع وعدل أو انطر أقرب تشكيل حكومي وريحه، فتسبب حرج له وحرج لعائلته وعدم استقرار في الحكومة. فأنا أقول لا ننسى هذه الأسباب، استقالة الحكومة لا تعود فقط للمجلس، ولكن أيضا تعود لعلة باطنية داخلية في الحكومة.